الإيرانيين يفترون منطقة قانون خضار، شوفوهم دولهم. أخبار الحكومة باعوا هلا يا هون. حضرت جوال ومرض كورونا وجاي يطبون إيرانيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم سنتحدث مشاهدينا الكرام عن وضع انتشار فيروس كورونا في العراق، حال الإصابات والوفيات أعدادها، وكذلك موضوع انتشار أو استمرار توافد الإيرانيين إلى العراق رغم إعلان حظر التجوال كما شاهدتم في المقطع قبل قليل في محافظة النجف. يتجول الإيرانيون في محافظة النجف رغم إعلان حظر التجوال، ورغم من المفروض أن تقوم السلطات في بغداد بإغلاق الحدود إلا أنها لا تزال مفتوحة، ولا يزال الإيرانيون أو العراقيين الذين كانوا في إيران بالاستمرار بالعودة إلى العراق بحدود مفتوحة، إن كانت عن طريق البر أو إن كانت عن طريق الطيران. طبعا مصدر في وزارة الصحة كشف عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في جانب الرصافة ببغداد، واحدة منها لامرأة كبيرة في السن. سجلت مديرية صحة محافظة القادسية إصابة جديدة بفيروس كورونا لطبيب بأحد المستشفيات في المحافظة. أعلنت دائرة صحة واسط تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا، فيما سجلت محافظة النجف وفاة جديدة وهي الثانية بعد التي أعلن عنها قبل أيام، ليرتفع ذلك أو بذلك عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 46 حالة. العراق طبعا عربيا هو رقم واحد بعدد الوفيات بفيروس كورونا، وثاني دولة في منطقة شرق البحر المتوسط بعد إيران كما قالت منظمة الصحة العالمية. قالت المنظمة أن العراق يعد الثاني من حيث عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعد إيران، وأيضا توقعت المنظمة أن يسجل العراق ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة مع زيادة الفحوصات المختبرية، والأمر الذي ينذر بانزلاق العراق نحو أزمة خانقة قد تتجاوز كثيرا ما يحدث في الدول التي اجتاحها الفيروس. طبعا نحن لا نريد أن نحبط المشاهد الكريم ولا نريد أن نثير القلق في نفوس من يتابعوننا، لكن مع الأسف الشديد هذا هو واقع الحال في العراق. نتساءل لماذا وصل العراق إلى هذا المستوى من أعداد الوفيات وأعداد الإصابات وفقدان السيطرة على انتشار الفيروس بهذه الطريقة التي نراها يوميا. هناك إعلان عن حالات إصابة وحالات وفيات، ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية وثاني بلد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعد إيران. كيف وصل العراق إلى هذا المستوى؟ لماذا سمحت حكومة بغداد أو حكومات ما بعد الاحتلال الموجودة في المنطقة الخضراء بأن يصل العراق إلى هذا المستوى؟ ولماذا لا نرى الاستعدادات الطبية على أكمل وجه بالنسبة لهذه السلطة؟ لماذا لم تقم بالاستعداد للطوارئ في العراق ودفعت بالعراقيين الآن إلى هذه المخاطر التي يعيشونها؟ من معنا الآن؟ طيب، إذن المشاهدين الكرام نحن لا نزال نتحدث بهذه النقطة، أن العراق يمر بأزمة حقيقية إن كانت على الصعيد الصحي وإن كانت على الصعيد الاقتصادي. سنتحدث بعد قليل عن مخاطر كبيرة جدا تواجه العراق بالنسبة لصعيده الاقتصادي، وما اقتراحات المراقبين والمتابعين وكذلك الخبراء الاقتصاديين تجاه العراق، وكيف يمكن أن يكون هناك ربما حل أو بصيص أمل لإخراج العراق من مأزقه الاقتصادي قبل أن يعلن إفلاسه، هذه بتحذيرات دولية. طيب سيدة أم أزهار تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أنا
اقول هذه احنا ما نسمي هاي حكومه، هذول العصابات والسياسيين اللي اجوا لنا من 2003 الى هسه. المفروض الشعب هسه نطالب الشعب ان نشتكي على هذول السياسيين عند هيئه ان يحاكموا، يجب ان يحاكموا لان هم دا يقتلون الشعب، هم دا يرسلون الايرانيين الى ان هم كلهم موبوئين بالمرض وهم دا يقتلون الشعب. المفروض احنا نطلب من الامم المتحده تحاكم هذول السياسيين اللي هم يدعون انهم حكومه في العراق وهم حامين العراق، هم حامين الشعب، هم دا يموتون الشعب. اول شيء دخلوا المرض علينا، ثاني شيء دا يموتوهم جوع. هم مسوين ممنوع التجول. نعم. ممنوع التجول بس على الشعب الفقير. نعم. بس ما ممنوع التجول على الطيارات اللي قاعد تجي من ايران والسيارات اللي قاعد تجي من ايران. نعم. يجون بمرضاهم. هاي اذا احنا اذا نعيش ويا ناس جبناء وغدارين وقتله هذول. طيب. قتله. المفروض احنا نطالب بحقنا، الشعب المفروض هسه يطالب بحقه، حقوقه، ابسط الحقوق انه نشتكي على هاي الحكومه اللي مدى تداري شعبها وتموت شعبها. نعم، شكرا يا سيده ام ازهر، كنت معنا من بغداد. نذكر مشاهدينا الكرام قبل الاكمال بالاتصالات، نذكر ان هناك من يحاول الاتصال بنا على خدمه الواتساب. ونكرر هنا مشاهدينا الكرام، هذه الخدمه غير متاحه للاتصال، هي فقط متاحة لاستقبال الرسائل النصية المكتوبة من قبل المشاركين الكرام على هذه الخدمة. من يريد أن يشارك معنا في البرنامج عن طريق الاتصال، أرقام الهواتف موجودة أسفل الشاشة تظهر أمام حضراتكم، بإمكانكم أن تستخدموا إن كان الرقم من العراق أو الأرقام الدولية وتشاركوا معنا في هذا البرنامج عن طريق الاتصال. أما بالنسبة للواتساب غير متاح. أحمد من صلاح الدين، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ العزيز؟ الله يسلمك، حياك الله أحمد، تفضل. أستاذ أنا عندي موضوع، أخويا معتقل موقوف. نعم. بس يا أحمد اليوم في سبب المخبر السري. نعم، بس اليوم موضوعنا يعني أنا أتفهم قضية حضرتك وقضية المعتقلين وهاي دائما حقيقة أنه يعني نستقبل هذه الاتصالات، بس اليوم موضوعنا ليس عن المعتقلين، اليوم موضوعنا عن استمرار تفشي وباء كورونا في العراق وحقيقة دخول الإيرانيين، استمرار فتح الحدود أمام الإيرانيين. إذا أمكن. من زمان أدق عليكم وما حصلكم. طيب تفضل تفضل يا أحمد، أسمع موضوعك تفضل. أنا عندي أخي موقوف من صلاح الدين. نعم. ولا عليه شكوى ولا عليه أي شيء، وعنده شهود دفاع. نعم. بسبب المخبر السري. شنو تهمته؟ ونحكم عليه ب 85 سنة. يا حكم هذا، وين القضاء الأعلى؟ وين الحكومة صلاح الدين؟ شنو التهم اللي حكمت على أخوك ب 85 سنة؟ والله مشاجرة. مشاجرة؟ إي، ودخلوها أربع إرهاب. وهو لا عليه مشتكي لا عليه دعوة، وعنده شهود دفاع وهو أحد المقاتلين. نعم. إيه، وهسه مسجون بسوسة ونحكم عليه ب 85 سنة. وكلتوا له محامي يا أحمد؟ والله وكلت له محامي ويريد فلوس هواي، وأنا ما عندي، أنا أشتغل عمالة. الله يكون بعونك. إيه، وناشد من السلطات العراقية من حكومة صلاح الدين أن تنظر بحال الموقوفين. نعم. نتمنى رسالتك تكون وصلت، أنا أشكرك يا أحمد. الله يكون بعونك. طبعا هاي مأساة حقيقية مشاهدينا الكرام، وموضوع أن يعتمد نظام قضائي في العراق أو وزارة العدل تعتمد في قضايا كثيرة على موضوع الوشايات والمخبر السري وعمليات الاعتقال بدون أوامر قضائية وقانونية، هذه كارثة حقيقة بالنسبة للنظام القضائي في العراق، وكما وصفته منظمة Human Rights Watch في السابق قضاء محطم، هكذا خرج الوصف من هذه المنظمة الدولية. وبالتالي يعني حقيقة نتمنى السلامة للجميع ونتمنى العفو لأن يشمل كل الأبرياء الموجودين في السجون ومعتقلات السلطة، إن كانت حكومية أو ميليشياوية سرية وعلنية، لكن للأسف في بلد بلا قانون هذا أمر متوقع جدا.
عموما نعود إلى موضوعنا مشاهدينا الكرام، ونكرر بالنسبة للمشاركين الموضوع اليوم سيكون أو هو عن تفشي فيروس كورونا، ولماذا لم تستعد السلطات الحكومية بشكل كامل، ولماذا لا تزال تفتح الحدود أمام الإيرانيين وأمام العراقيين القادمين من إيران دون إجراءات وقائية حقيقية وتسمح بتفشي الفيروس بهذه الطريقة. السيد أبو زكريا من كركوك تفضل. الله يحفظك يا أحب قناتكم إن شاء الله. الله يسلمك. وترحم على الشباب العراقيين. نعم. وأتمنى شفاء الجرحى المتظاهرين بالعراق. ورحمة الله على شيخنا الجليل حرب ضائعي. نعم. ابن العزيز. يعني إذا لو ما سادين الحدود بين إيران وسوريا والله العظيم ما كان يصير واحد من العراقيين بس هذول السياسيين هم جابوا كورونا للعراق. نعم. هم ذبحوا العراقيين من 2003 لحد هذا اليوم يا ابني محمد. نعم. بالقرآن العظيم لو هم هذول السياسيين كانوا يرجعون الحصة هذا يا التمناد ويأكل ياكل بي ابن محمد الجيران يلعب بالمواد الغذائية ما وزعوها لحد هذا اليوم. لا. والعراق انتهى، الفقراء انتهوا لأنه لا أكل لا شرب اليوم 15 يوم. لا. الفقير من يعيش؟ الفقير من يعيش؟ هذول السياسيين هم عايشين وعايشين أهل عيشة بس نسوا العراقيين أنه هذول السياسيين كلهم من إيران من تبعد الخارج لإيران. نعم. والله صلتهم علينا إن شاء الله بجعل الله رسوله الله ينتقم من عندهم بجعل الله ورسوله ما عندي غير هاي الدعاء الله ينتقم من عند أذن السياسيين كفرة والله يحفظ العراق الله يحفظ العراق الله يحفظ الشعب العراق. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو زكريا، كنت معنا من كركوك. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم ورحمة الله محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله وتحية القناة وتحية مشاهديكم الأعزاء. الله يسلمك. بالنسبة للحدود أستاذ محمد، هو ما يشكل هم فاتحين الحدود ما فيها مسيطر عليها الميليشيات والحكومة العراقية، هم مجموعة من الخونة واتباع الميليشيات كلهم اصلا حكمتهم الميليشيات المجرمه. نعم. فهم ودهم ينتشر هذا المرض بالعراق، هم خوفهم من الشعب العراقي. اما بعدين بالنسبه للاقتصاد، حتى لو يرتفع استاذ محمد البرميل 200 دولار لن يستفيد العراق منها، لانهم هم عصابه مجرمين ناس سراق خونه، يعني يتعاملون مع الشعب بكل الجرائم، يعني ناس مجرمين، يعني ناس لا يهمهم الشعب ولا، لكن ان شاء الله الشعب العراقي ثوره تشريع سوف تستمر وتسقط هذا النظام القذر. وتحيه لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيد ابو سيف من بغداد، تفضل يا ابو سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي العزيز، هو مرض كورونا ومن جاب غير ايران؟ ما حد جاب غير ايران للعراق. نعم. ولحد الان ايران بتتردد على العراق بالطيارات وتروح تجي بالسيارات والسيارات. نعم. مو قالت على اساس الحكومه انه هي منعت الطيران وان هي سدت الحدود؟ مو قالت على اساس، مو خرجت هاي التصريحات؟ لا، لحد الان ما سدوا، مو صحيح. يروحون يجون براحتهم. نعم. وهذا الاثر مفتش العراقيين. شلون تسمح الدوله او الحكومه انه هي تظل تارك الحدود مفتوحة مع بلد موبوء، بلد أدخل الفيروس إلى العراق، والآن العراق ثاني بلد في منطقة شرق البحر المتوسط وأول بلد عربي في عدد الوفيات بفيروس كورونا؟ هم يريدون يا أخوي، هم الأذية إحنا جعنا التذية. نعم. أي هو الأذية، إحنا العراقيين أذينا من وراهم، وهم دي يطببون الإيرانيين ويطببون البضاعة الإيرانية ويطببون البضاعة المضروبة من إيران. نعم. وكل سببها الإيرانيين. نعم يا أبو سيف، أنا أشكرك يا أبو سيف، كنت معنا من بغداد، شكرا للمشاركة. طيب،
لدينا رسائل واردة هنا مشاهدينا الكرام على خدمة الواتساب، نحاول أن نقرأ جزءا منها الآن ونكمل بعد قليل، ونبدأ من أول الرسائل الواردة. حقيقة في بداية البرنامج كان لدينا من السيد أبو حاتم من الموصل، يقول: السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، بعد التحية للجميع. أستاذ المحترم، أقرأ النداء. جاء وقت العمل اليوم، العراق يحتاج إلى وقفة كل العراقيين بدون استثناء، وأوجه ندائي إلى إلى أمراء القبائل العراقية وشيوخ العشائر العراقية ورجال الدين كافة بدون استثناء. العراق وشعبه أمانة في أعناقكم، بتشكيل لجان والذهاب إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للإدارة المدنية والعسكرية ورئيس البرلمان ممثل الشعب ورئيس هيئة وحدة القضاء وكذا كذا، لإصدار عفو عام للسجناء والمعتقلين. طيب، دعوة من السيد أبو حاتم من مدينة الموصل إلى شيوخ أمراء العشائر والقبائل أن يذهبوا إلى السلطة، لكن هنا السؤال يا أبو حاتم، هل تستحق هذه السلطة، هذه الشخصيات التي تفضلت بذكرها، أن تعطى هذه الأهمية؟ هل يمكن الاعتراف بها بعد أن خرج الشعب عليها ورفضها، بعد أن رفضت في صناديق الاقتراع الأخيرة التي حصلت، وهذه المهزلة بمقاطعة 82% من الشعب العراقي ممن يحق لهم التصويت والانتخاب، قاطعوا هذه الانتخابات التي جرت؟ هل بقي شرعية لهذه السلطة لكي يشكل شيوخ عشائر وقبائل العراق والأمراء وفود تذهب للحديث مع هؤلاء والتفاوض معهم بشأن إطلاق سراح المعتقلين؟ يعني ألا يجب أن يكون هناك اتحاد بين شيوخ عشائر وقبائل العراق لإزاحة هؤلاء من السلطة والإتيان بنظام ديمقراطي وطني هو الذي يقوم بالإفراج عن المعتقلين؟ طيب، في رسالة أخرى: تحية حب واحترام لكم أيها الأبطال في قناة الرافدين، نورت أستاذ محمد الغيور ربي يحفظك، شكرا جزيلا. تحياتي حيدر العامري من ذي قار قضاء الفهود، شكرا يا حيدر. أم جميل، أم جمال منين؟ سيدة أم جمال من بغداد، تفضل يا أم جمال. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا أم جمال، تفضلي. سيدة أم جمال، هي أم جمال أطالب بفراتهم، أنا تعبانة وأولاد ماتين، كنا تعبانين مريضين، بهالحالة هاي شلون أسوي بيهم؟ أريد إفراج عام عنهم. نعم. أطالب بإفراج، من عشتهم وحياتهم، ساعدونا طالبوا فيهم، الله يرضى عليك. طالبوا أشتغلي، طالبوا والله فيهم عشان صوم الجمال. نعم. وهاي الظروف الصعبة، لا رواتب لا شيء، وهم تعبانين، حتى أنا مواجهة ما أقدر أحاول. شلون ما نتواجههم يا أم جمال؟ شنو وضعهم؟ وضعهم مشاجرة، تعطوهم أربع أرهاب. شنو وضعهم بالمعتقل يا أم جمال؟ آه. وضعهم بالمعتقل شلون؟ شلون عايشين؟ شلون وضعهم الصحي؟ تعبانين، مرضى، وواحد بيتدرعين، والآخر بلاتين قبل ما يحتغلونه. نعم. واحد هم جاهل بعد، هو هسه بالناصرية محكوم إعدام. نعم. الله يكون بعونكم يا أم جمال، ونتمنى رسالتك تكون وصلت. أن أشكرك من بغداد. أبو محمد من صلاح الدين، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. شو رخيص؟ شو صحتك؟ الله يسلمك، حياك الله. الحكومه العراقيه فاتحه حدود لحد الان ويا ايران. نعم. وايران هي اكثر شيء اصابات فيها فيروس كورونا. نعم. وعلى الاذيه بتصير، يعني الطيارات عندهم تشتغل، يعني تجيهم زوار ايرانيين للعراق. نعم. وهم يدرون لازم بهيك ظروف عند العراقيين يغلقون الحدود بيننا وبين ايران على مود ما يجون وهم مصابين بكورونا. يعني على ظلم هالحكومه هاي
ويعني آية قرآنية نزلت يقول له يا الذين آمنوا فإن حكمتم فاحكم بين الناس بالعدل تتبع الهوى. يعني ليش هذا الشيء اللي يسووه بالسجناء هذول اللي انسجنوا ظلم؟ نعم انسجنوا ظلم ولا لا جاي يجيبون أجهزة ويستوردوها وأموال الشعب كلها سرقوها من عندنا سرقوها من عندنا وظلموا الناس وقتلوهم ظلم. نعم حكموا عليهم كله بالباطل. هذا يا دين اللي هم اللي يحكون به ويلبسون العمائم ويسووا روحهم أصحاب دين كانوا سنة أو شيعة. نعم ظلمهم وصل إلى أبعد الحدود. فإذا ظلم إلى دام دمر. نعم فحسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلى إجرامهم هذا وعلى الناس اللي ما تقدر تشتغل وخلوهم قاعدين بالبيوت ويتحسرون على اللقمة. نعم يعني شنو بنف العالم هاي على مود المال اللي باغوه والمليارات اللي باغوها. نعم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلى إجرامهم هذا. شكرا يا أبو محمد من صلاح الدين. أبو الحسن من بغداد تفضل يا أبو الحسن. سيد أبو الحسن موجود؟ أبو الحسن من بغداد تفضل يا أبو الحسن. الله يسلمك الله يعزك الله يحييك الله يبارك يحيي قناتكم البطلة والكادر البطل الله يسلمك تفضل. سيد أبو الحسن تفضل. أنا أشكرك سيد أبو الحسن من بغداد شكرا للمشاركة. طيب نقرأ الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام وهناك كما قلنا الكثير جدا حقيقة منها. يقول أبو محمد من الجزائر السلام عليكم أخوكم أبو محمد من الجزائر لك الله يا شعب العراق والله ما بيدي شيء إلا الدعاء لكم. طيب من معنا الآن؟ حسين من بغداد تفضل يا حسين. اخوي احنا تقريبا بالسجن حيل متعذين جوع ماكو ميتين جوع ومتعذين. حسين معاك. حسين اي وياك حسين انت وين هسه حاليا؟ انا حاليا بحد المعتقلات. انت بداخل احد المعتقلات؟ نعم. وشلون قدرت تحكي انا يا حسين؟ يعني بطريقتي الخاصة طريقتنا الخاصة. اي نعم شنو وضعكم؟ والله حيل اخوي متأذين بالسجن الاكل ماكو النفسية كلها تعبانة. يعني احنا حتى قمنا نخاف من الحراس اللي يجونا. يعني احنا هسه اطلعوا عفو هسه اني من واحد من المشمولين بقانون العفو. وليش ما طلعت؟ ما طلعت لان يريدون تنازل لأن التنازل المشتكي يعني أنا ما أقول لك إحنا سرقنا غلطنا انحكمنا 75 سنة زين يريدون تنازل يعني تنازل الروح لهم يريدون 200 مليون زين أنا مين لي 200 مليون؟ طيب أي يعني إحنا نريد الحكومة تباوع بهاي خليه يحيلونا على المحاكم البدائية وين من نرجع حق الحكومة؟ أسألك يا حسين حضرتك دخلت إلى السجن بتهمة حقيقية سويتها؟ نعم سويتها سرقت. طيب كم واحد كان وياك موجودين داخل المعتقل أبرياء يا حسين؟ لوف عمي هساني حاليا أسكنهم يعني إحنا ما يقارب السقاعة تقريبا بيها 60 واحد 60 واحد يعني أقول لك يمكن 35 واحد أبرياء. نعم 35 واحد أبرياء يعني والله العظيم والله العظيم وبالقرآن. وإحنا شلون يتعاملون يعني شلون يتعاملون اللي يديرون السجن أو المعتقل شلون يتعاملون وياكم بتوفير الأكل الشرب الدواء للي يمرض شلون التعامل؟ بالتواصل هذا اللي يمرض يعني نتوسل به ونتأذى يودوا. نعم. خاصة خل أقول لك يا سجن العدالة إيه ترى أقول لك سجن العدالة. سجن العدالة. إيه وعندي يعني أنا ولد دعوتي بالمطار يعني أذية خوب الرصافة الخامسة أذية يعني. نعم. تواصيل ولي تمرض يعني أول البارحة
تمرض اثنين عندنا نتوسل بيهم ونصيح وما شنو، وورا ساعة لجونا وشو أخذوا ويحد الآن ما رجعوا لنا، يا ما تعاش ما ندري. نعم والله يا أخي، يعني إحنا نريد رحمة الله، إحنا الحكومة يعني تدري هسه إحنا تقريبا 65 أو 62 بهاي القاعة، 40 واحد مشمولين بقانون العفو العام بس يريدون تنازلات، والتنازلات ما تجبر يا أخي، اللي يريدون منه 100 مليون، القتل يريدون منه 100 مليون، السرقة يعني أنا بجنبية تورطنا، يريدون يعني يريدون أهل المشتكي يريدون أكثر من البقناحين، يعني ايش اريد اقول لك؟ يعني اذا بقنا 10 ملايين يريدون 100 مليون، زين احنا شلون بهالحاله؟ انا ممكن اسالك يا حسين سؤال، ممكن اسالك اي تفضل تفضل سؤال، ولو اني يعني ما اريد اكون القاضي ولا ما لي علاقه بهالامور، بس اريد اسالك سؤال، حضرتك شنو اللي وداك حتى تروح تبوق؟ والله ماكو شغل، واحتاجينا يعني مرض، واحتاجينا فلوس، والعيشة صعبة، لا تعييناتك ولا هذا، والشيطان قوي، ورحنا خطأنا احنا. انا جاي اقول انا خطأت احسن من الحكومة الحرامية والنواب والوزراء يبقونوا ما يقولوا انا خطأت، بقت صح وخطأت وخذت عقاب. كم سنة حكموا عليك يا حسين؟ كم سنة حكموا عليك؟ 75 سنة. بس على هاي التهمة؟ بس على هاي التهمة 75 سنة؟ نعم مدى الحياة على دعوة. ممكن تسمح لي وتقول لي إيش قد المبلغ، قيمة المبلغ اللي بكتوه إيش قد قيمته؟ 35 مليون. 35 مليون، ماشي. أنا أشكرك يا حسين، أشكرك، كنت معنا من بغداد، ونتمنى رب العالمين يفك أسر كل الأبرياء. أشكرك. 35 مليون دينار عراقي نحكم عليه 75 سنة بالسجن. طيب اللي باقوا مليارات الدولارات العراقية، أو مليارات الدولارات من الخزينة العراقية، الدولارات الأمريكية، اللي سرقوا هذه الأموال، لماذا لا نزال نراهم طلقاء أحرار يتجولون ويتمتعون بالسلطة والنفوذ؟ هل من العدل في بلد أن يحكم شخص، نعم هو مذنب باعترافه هو، لكن أن يحكم بهذه المدة من السنوات، ومن يسرق قوت العراقيين ويمتص دم العراقيين يوميا لا يزال طليق وحر ويتمتع بالسلطة والحصانة والمنصب والحماية والامتيازات وغيرها؟ أين العدل في هذه الحالات التي نراها الآن ونسمع؟ طيب معنا السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل. جاسم أحييك وأحيي قناتكم والكادر في قناتكم الوطنية الموقرة. الله يسلمك، حياك الله أخي. بالنسبة للحكومة احنا نعرفها من بداية الاحتلال ولحد الآن ما جنت شيء للشعب العراقي بخير، وإنما قامت تستمر بالكوارث للشعب العراقي. جت هذه الحكومة جاءت لقتل الشعب العراقي، وبالأخير وبالتالي إنه جابت مرض كورونا نتيجة نقل عن طريق الزوار الإيرانيين. ولا زالوا الزوار الإيرانيين يأتون إلى العراق. فنعرف أنه كل دول العالم عندما صار مرض الفيروس الكورونا من كل المواطنين من دول الأخرى عدم الذهاب أو عدم الدخول إلى بلادهم حتى لا ينتشر هذا المرض. وبالتالي هذا المرض لولا الحكومة العراقية في المنطقة الخضراء لما انتشر هذا الانتشار في العراق، وبالتالي نعتبر هذه عملية إبادة للشعب العراقي وبالذات في منطقة الزعفرانية. الآن منطقة الزعفرانية انحجرت بسبب هذا المرض لأن كثرة الإصابات فيها في بغداد. فنشوف أيضا دول العالم ودول المنطقة وبالذات إيران اللي هي نقلت عن طريق مواطنيها نقلة الفيروس، أعطت عفو للسجناء حتى ذاك الوقت لا ينتشر بين السجناء المرض. طيب خلينا نحكيها بطريقة الشعبية على قولتهم. ليش الحكومة ما تعلمت، وهي اللي دربت بإيران وربتها إيران وترعاها إيران، ليش ما تعلمت من إيران أنه تقوم تفرج على السجناء والمعتقلين؟ ما تتعلم أخي، هي جدي بوصايا إيرانية، لأن هذولاك إيرانيين
هذول هم إيرانيين تعلموا مني الإيرانيين يريدون يقتلون العرب. نعم. وبالذات العراقيين هي مسألة تاريخية ومسألة يعني أزلية إنه إيران تستهدف العرب من قبل الإسلام. طيب. لأنه عداء تاريخي الفرس للعرب، وإحنا نعرف من خلال التاريخ إنه ما تهب طرف للعرب بأي دولة مو بس العراق. نعم. ولهذا تنشر الأمراض والفيروسات في كل دول العالم، عفوا الدول العربية وبالذات دول الخليج والعراق. نعم. لأنه الآن مستهدف بها العراق وأيضا مستهدفة دول الخليج من قبل إيران، وهذا ألحق الضرر. الآن الحكومة العراقية تتحمل كل هذا اللي يجري وقتل الشعب العراقي من خلال الفيروس، تتحمل. طيب. مسؤوليتها الحكومة العراقية العميلة لإيران، وبالتالي نشوف دول الجوار أفضل دولة يمنى عربية هي الأردن. الأردن منعت مواطنيها من الخروج في الشوارع، وأيضا وفرت لهم الغذاء حتى لا يتجولون، وبالتالي هو دولة فقيرة وإحنا بلد غني متمكن. طيب. الآن يتصكع العراقيون لجلب غذاء. وضحت الفكرة أبو الحسن، أنا أشكرك وقتي في معك بهذا القدر. عثمان من الأنبار، تفضل يا عثمان. عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك الكادر الكريم إن شاء الله حبيب الغالي، بمثل الله العظيم أن يرفع هذا البلاء عنا وعنكم وعن جميع المسلمين يا رب. آمين. أخي العزيز، عندي مداخلة بسيطة، ومداخلتي وطلبي هذا طلب جميع العراقيين يعني المظلومين عن السجناء. نعم. أخي العزيز، نطلب من الله عز وجل ثم من المسؤولين السنة المحسوبين اللي يمثلون السنة أن كن لهم بصمة وموقف شرف وموقف رفعة رأس، يقرون عيون الأمهات والزوجات والأطفال بقانون عفو عام وشامل، يستثنى منا القاتل الملطخ أيده بدماء العراقيين. نعم. بالإثبات والأدلة. نعم. لا، أنت عندما تأتي وتحكم البريء المواطن بالمؤبد 15 عام وتذبه بالسجن من أجل مخبر سري أو نعم، شنو هذا العدل؟ فنطلب من المسؤولين والناس الخيرة. طيب. وشيوخ العشائر تكون لهم موقف مشرف، لأن السجون ستصبح يعني بؤرة نعم، وراح يصير ضحايا بالمئات. نعم. نعم يا سيد عثمان، أنا أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة. ونذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أموري يسلم على أهله، خطية أهله باقين وهو طلعوه. هذا أموري كان بي كورونا والآن تعالج، أربع سنوات دكتور. والحمد لله بأسبوع تعالج، وهذا الدشوف صحته جيدة ويسلم عليه. خطية أهله فوق، هم هم بصحة زينة إن شاء الله. أمهم زينة؟ بس منتظرين تتحول من إشارة موجبة إلى سالبة إن شاء الله. مستجابة. يلا باي باي. باي باي. باي باي. سلم سلم باي باي. نعم أموري. أموري بالا يمهلة. قل لنا باي باي حبيبي. مع السلامة. بالسلامة. يلا مع السلامة حبيبي جواد. مع السلامة ومدعين بالله. أصعب شعور من واحد يودع أهله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هناك دائما جانب إيجابي في كل قضية تحدث في أي مكان في العالم. في العراق نعم هناك جانب إيجابي في بعض حالات التي تعافت وتشافت من فيروس كورونا. هنا نذكر مشاهدينا الكرام بفضل الجهود الطبية للكوادر الصحية والطبية في العراق، وليس بفضل حكومات ما بعد الاحتلال، لأنها لم تؤسس نظاما صحيا بالأساس، لكن الاعتماد كان هنا على طبعا قوة جهاز المناعة لدى الإنسان، وكذلك الاهتمام الذي حظى به
من قبل الكوادر الصحية والطبية. طبعا هو واجب، لكن في النهاية يشكرون على ما يقومون به من جهود. كل الكوادر الصحية والطبية في العراق هي تبذل جهدا خرافيا حقيقة في محاولة السيطرة على تفشي هذا الوباء في العراق. هناك حالات تعافت ونتمنى السلام إن شاء الله للجميع. قلنا في بداية الحلقة نتحدث عن جانب اقتصادي أيضا في قضية اليوم ومخاطر حقيقة تهدد العراق. منظمة الصحة العالمية طبعا تحدثنا عن تصنيفها للعراق بأنه وصل إلى البلد الثاني بعد إيران في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. لكن نتحدث اقتصاديا، خبراء اقتصاديون حذروا من إفلاس خزينة الدولة العراقية بعد أن وصل سعر النفط العراقي 10 دولار للبرميل الواحد، النفط العالمي سعره 20 دولار، النفط العراقي 10 دولار. الشركات المنتجة التي تقوم باستخراج النفط، الشركات الأجنبية العاملة في العراق لها نسب، وطبعا العشرة دولار هو يادوب يعني بالنسبة لهم حتى أقل من النسبة اللي يأخذوها. وبسبب اعتماد العباقرة في الحكومات المتعاقبة على نظام حساب سعر البرميل بسعر عالي ولا يتوقعون هذه الانهيارات الاقتصادية التي تحصل، فبالتالي أدخلوا العراق في أزمة كبيرة جدا قد يضطر بعدها إلى إعلان إفلاسه تماما كدولة. وكالة الطاقة الذرية قالت بأن العراق سيكون أكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمات التي يعانيها، هذا بسبب السياسات الخاطئة ونظام الفوضى والعبث المتبع من حكومات ما بعد الاحتلال. وهؤلاء الخبراء الاقتصاديون الذين يشرفون على كتابة ميزانية الدولة السنوية والذين يقومون بوضع سعر النفط بهذه الأرقام العالية، فعندما يحدث انخفاض ندخل في كارثة حقيقية. والآن العراق حقيقة كما تشاهدون فيروس كورونا وارتفاع كبير في أعداد الفقراء في العراق يجبرهم على عدم الرضوخ إلى أوامر حظر التجوال ويخرجون للشوارع بحثا عن لقمة عيش. لا يستطيعون البقاء في منازلهم لأنهم سيموتون جوعا. هذا هو الحال في العراق مشاهدين الكرام. علي من هولندا، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هل قد واحد ينتظر يا أخي؟ لأن إحنا على التليفون جوا يلا نحصل المكالمة. علي حضرتك هسه على الهواء مباشرة، تفضل. يا على الهواء يا أخي، ممكن أتكلم بعض النقاط المهمة الذي تخص البرنامج؟ تفضل. هناك تاريخ يا أخي، قضية مو قضية لعب. هذا إحنا في حرب يا حبيبي، نحن الآن في حرب، زي حرب السلاح، هذا حرب هاي الامراض حرب الهاي. نعم. بس اقول لك اذكرك بشيء، الامريكان قالوا بانفسهم للمالكي، هلا اقول لك حتى اذكر بعدين ارجع الموضوع. الامريكان قالوا بانفس المالكي، نحن قلنا للمالكي عندما جاء لامريكا اولا القضاء على الميليشيا. اثنين المصالحه الوطنيه، ثلاثة القضاء على الفساد. هاي وصلوا لي، انا مسؤول عن كلام، مع كلام، انا ما اقول فيها. أنا معروف ترى، مو لبالك منا، مو داحمد لك بنفسي، لا، هاي حقائق. لما ذهب الحكيم إلى أمريكا طلب منهم أن يكون عادل عبد المهدي مكان المالك. لاحظ المفارقة حتى تكون هسه الآن. أنا بس أريدك تختصر قدر المستطاع يا سيد علي. زين، نرجع لهذا، إذا هناك أمن مفقود. نعم. العراق الآن في حلقة من الأمن المفقود، أين هو يما؟ يعني هذه الحلقة مقصودة بنص المشروع الأمريكي، بل لم يكتفوا، بل راحوا يغذون الحركات والجماعات المسلحة العراقية وغيرها تحت شعار محاربة الأمريكان. طيب. هم يسوون هالشكل، ولكن كما فعلوا الآن في الناس، كما فعلوا الذين يطالبون بحقوقهم الحقيقية الذي يريدونها أن يعيشوا على أرضهم، يدخلهم في متاهات كثيرة. فالمشروع الأمريكي فهمه حتى غير العراقيين والمراقبين، ولا أدري لماذا هذه التغطية غير متوازنة في التحليل. نعم سيد علي. المهم يا عزيزي، الآن جدينا الآن في محنة. تعرف شنو محنة؟ أكو هناك من يسرق، وأكو هناك من يعتدي، وهناك من يضرب. قياديين غير مكان طالعين خارج العراق، وشعبنا يتلقى ويتحمل هذه
موجودة على أرض. أنت ليش طلعت من العراق يا سيد علي؟ حقيقة أنا دا أقول. أنت ليش طلعت من العراق؟ نعيش لمشكلة ليس في المرض فقط. حضرتك ليش طلعت من العراق يا علي؟ ليش طلعت من العراق؟ يا أستاذ أنا ملبك طلعت من زمان قبل 45 سنة ملبك أنا طلعت. ماشي نعوفك نعوفنا من قضيتك. الناس اللي طلعوا من العراق ليش طلعوا اللي بعد الاحتلال؟ نتيجة عدم تطبيق حقوقهم وإعطائهم حقوقهم. وإذا على أساس نعم إحنا هنا حتى نوصل لنقطة إنه الوطنيون الذين خرجوا من العراق لا يعتب عليهم لأن هناك نظام قمعي في الداخل. حتى لا نكون احنا نلقي باللوم ان انتم طالعين برا العراق وعايفين الناس جوا. اللي طلع نتيجة ظروف قاهرة. انا اشكرك سيد علي لان الوقت انتهى. اللي طلعوا من العراق طلعوا نتيجة ظروف قاهرة اجبرتهم على الخروج بسبب ميليشيات بسبب عمليات الغدر وبسبب ان هذه الشخصيات يجب ان تكمل المسيرة الوطنية لديها ومشاريعها الوطنية حتى وإن كان من الخارج في سبيل تحقيق العدل والنظام للعراق والعراقيين والمساهمة قدر المستطاع بخدمة هذا الشعب حتى وإن كنت من خارج البلد. هذا بالنسبة للذين خرجوا حقيقة. حتى الموضوع لا يجي واحد يزايد على وطنية الناس اللي طلعت أو اللي يقول أنتوا قاعدين برا وش مدركم اللي جوا. الناس اللي طلعت وكثير من العراقيين خرجوا 90% أو أكثر حتى خرجوا نتيجة الظلم والقهر الذي وقع عليهم من حكومات ما بعد الاحتلال وبطش الميليشيات وغياب القانون. آخر المتصلين أبو أيمن من صلاح الدين. أبو أيمن في دقيقة لو سمحت تفضل. أبو أيمن فقدنا الاتصال مع أبو أيمن. طيب فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ الرسائل الواردة. في رسالة لدينا زهراء من العمارة تقول أحيي كل العاملين في قناة الرافدين. منع التجوال فقط لشعب العراق بس الطيارات الإيرانية ما عليها حظر تجوال رايحة رادة من إيران للعراق. شكرا يا زهراء. في رسالة أخي السلام عليكم تحية للكادر. أخي الحكومة ما تفكر بينا إحنا الكسب شلون نعيش وإحنا بدون راتب. ناطق عبد الجليل من تكريت. شكرا يا ناطق. أبو فاطمة من البصرة رسالتك طويلة جدا نختصرها. السلام عليكم تحية لقناة الرافدين الشريفة أستاذ محمد. إذا بقي الحال كما هو الآن حظر للتجوال ولا التفات من الحكومة إلينا نحن مجموعة من الثوار ونقسم قسم سوف نكسر حظر التجوال لو كلفنا هذا أنفسنا. أخي محمد شكرا لك يا أبو فاطمة. مريم من كركوك تقول مساء الخير. والله أستاذ ملينا والله لا مواد لا شيء بس قاعدين لا أكل ولا شرب يعني خلي يوزعون مواد مسواق والله راح نموت من الماكو. الله يعينكم. قصي يقول السلام عليكم هالحكومة أهم شيء عندها تبقى بالحكم حتى لو عراق كله يموت بالكورونا هاي ذيول إيران. الله يحفظكم ويحفظ العراق. شكرا يا قصي. تبارك من الناصرية تقول رسالتك أيضا طويلة يا تبارك نختصر. السلام عليكم بس أريد أعرف الحكومة من سوت حظر تجوال ولا حد يطلع ويطب زين هاي العالم الفقرة وين تروح؟ اللي ما يموت من المرض يموت من الجوع. السلام عليكم. في نوار من هولندا رسالة يقول أو تقول أستاذ محمد هاي الحكومة عميلة تعمل على تدمير العراق بكل الطرق وهي غير قادرة على توفير العلاج وإغلاق الحدود مع إيران وتوفير المستلزمات. من المحمودية علي خضير يقول السلام عليكم أخي الكريم. لماذا لا نرى تحرك من قبل النواب العراقيين؟ مجرد يخرجون على شاشة التلفاز سوف نعمل كذا وكذا وهم داخل بيوتهم لا يعملون. ماذا يأكل الفقير؟ في رسالة من لا يوجد اسم. السلام عليكم أخ. عندنا 3 معتقلين كل واحد عنده 5 أطفال وحالتنا صعبة. المحامين أكلونا بعنا أراضينا وحكموهم وجزاك الله خير. الله يكون بعونكم. أحمد من الدنمارك أخوان لدي معلومات في غاية الأهمية بخصوص أجهزة التنفس للمصابين. اكتب لنا يا أحمد أو شارك معنا في حلقة غد. شكرا لك. تحياتي لكل كادر قناة الرافدين. هذه الحكومة ليس لها علاقة بالمواطن أو الوطن هي الآن مشغولة بتمرير الزرفي وعصابته. في رسالة لدينا السلام عليكم أزهر الكربلائي يقول
استاذ محمد، صار اكثر من 15 يوم اتصل وما حصلك، فاضطريت ارسل لك وحتى الرساله لا ان شاء الله نقراها. طيب لماذا كيف؟ والله لو اكو تنازل. لا يا 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 ازهر، ابعد ابعد حديثك عن موضوع الطائفه والدين، ابعدها، ابعد هاي المواضيع، لان هاي اللي سببت خراب العراق. هذه العصابات المجرمه في العراق اثبتت للعالم ان لا شيء يعنيها الا كيف تستولي على اموال الشعب ولو على حساب دماء ومقدرات الشعب. سعد من السعوديه، شكرا لك. في رسالة لدينا، السلام عليكم، حنان من بغداد، نطالب بالعفو العام، ترى والله حرام هاي أرواح وهذا المرض. شو ينتظرون هاي الحكومة بعد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، أنا دموع من كربلاء، خطيبي في سجن سوسة في السليمانية، وضعهم تعبان كلش وكاتوهم الجوع ومعاملتهم مو زينة، عندهم إصابات بفيروس كورونا، ونطلب نطالب بعفو عام. شكرا والله يفك أسرهم. أستاذ محمد أرجو، طيب أرجو من قناتكم في المواضيع السياسية إن كانت محلية وغيرها استضافتي على الواتساب. عادل، شكرا يا عادل، الواتساب غير متاح للاتصال. رسالة طويلة من أحد المشاركين لم يذكر الاسم، أعتذر عن قراءتها. أخي محمد يقول، أحد المشاركين، مرحبا أخي محمد، أخوكم كرار من واسط. الإصابات في محافظتنا أو في محافظات كربلاء والنجف أكثر من بقية المحافظات، والسبب تستر الحكومة. طيب على الإيرانيين، في رسالة أرجو تعرض رسالتي. أم دانيال، أرجو ينطون عفو عام للسجناء. شكرا يا أم دانيال. مهدي من بغداد، وكثير من الرسائل حقيقة. مهدي يقول، أنا مهدي من مدينة الصدر، عمي قد اتهموا بتهمة باطلة، وأتى صاحبه بسيارة إلى داره وأخذ عمي اتهموه تهمة باطلة، أتى صاحب السيارة إلى داره وأخذ معه ولم يعد به، ونطلب بعفو عام لأن بريء والله يشهد، وابنه صار 4 سنين ما شايفه. أعتذر للجميع مشاهدينا الكرام لمن لم أستطع أن أقرأ الرسائل. نعدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة سنخصص وقت أطول لمن يرسل الرسائل بإذنه تعالى. لكن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.